بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم ابنائي الطلاب، طلاب بريب 2، مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. طبعا بفكركم يا اولاد ان احنا دايما نعمل سبسكرايب للقناه بتاعتنا عشان توصل لكم الفيديوهات اول باول. طبعا قناه مستر ساينس 2. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن يونت 1 ليسون 2. ليسون 2 اللي هو بيتكلم عن الويف موشن. خلصنا ليسون 1 اللي هو كان الاوسيلاتوري موشن، وعرفنا الديفينيشنز المهمه او الكونسبتس المهمه اللي ليها علاقه بالاوسيلاتوري موشن، زي الويف لينث وزي الفريكوانسي وزي طبعا الامبليتيود. كل دي كانت ديفينيشنز طبعا مهمه، والكومبليت اوسيليشن. فنبدا الاول او نبدا بقى المره دي نتكلم عن الويف موشن. كان كل ده كلامنا ان البريديك موشن اللي هي طبعا موشن ذات از ريجولار ريبيتد ان ايكوال بيريدز اوف تايم، يعني موشن بتتكرر بانتظام في فترات زمنيه متساويه. وقلنا ان احنا هندرس في ليسن 1 الاوسيلاتوري موشن ده اكزامبل عليها، وفي ليسن 2 هنتكلم عن الويف موشن. طب يلا بقى نبدا بالويف موشن ونعرف يعني ايه ويف موشن. بس قبل ما اعرف يعني ايه ويف موشن، لازم الاول اعرف يعني ايه ويف. في فرق. وات از مينت باي ويف؟ يعني ايه ويف يا مستر؟ الولد ده قاعد على الميه اهو، او على الترعه دي ولا النهر ده، وهو قاعد كده عمال يفكر بقى هيعمل ايه في الامتحان، فشال طوبه كده وبيفكر، راح رامي طوبه فين؟ في الميه. الميديوم ده او الميه دي يا ولاد في الاول كانت مالها يا مستر؟ كانت هادية خالص، ما بتتحركش، صح؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ لما الطوبة فيها يا ولاد عمل فيها disturbance. يعني ايه كلمة disturbance؟ يعني اضطراب، عمل فيها اهتزاز. المية كانت ثابتة زي ما يكون عندك طبق في البيت، وانت جبت قطارة مثلا وقعدت تنقط قطرات كده من المية في الطبق ده، طبق فيه مية طبعا، وقعدت تنزل قطرات من الماء كده فين؟ في الطبق ده. ايه اللي هيحصل؟ هتقول يا مستر المية تعمل ويفز. ايوه برافو عليك، هي دي بقى يا ولاد الايه؟ الديستربنس اللي حصل، الاضطراب اللي حصل. تمام؟ زي الدومينو دي يا ولاد، اللي هي انت رصصهم جنب بعض وكانوا ثابتين وساكتين ومفيش اي مشكله. لمست واحد انت بس وقعته، عمل ايه؟ عمل ديستربنس يا مستر، عمل اضطراب، عمل اهتزاز في كل الميديوم ده، عمل ويف. يبقى وات از مينت باي ويف؟ الويف معناها ات از ذا ديستربنس ان ميديوم. ديستربنس ان ميديوم يعني اضطراب في الميديوم. الميديوم ده ممكن يكون بقى سوليد، ممكن يكون ليكويد، ممكن يكون جاس لايك اير. تمام؟ المهم ان هو حصل فيه ديستربنس. وبعدين ذات بروباجيتس، كلمه بروباجيتس دي هنستخدمها كتير، يعني معناها تنتشر. تمام؟ اند ترانسفيرز انرجي ان ذا دايركشن اوف بروباجيشن. يعني يا مستر حصل ديستربنس ان ميديوم، حصل اضطراب في الميديوم اللي كان ساكت وهادي ده، والاضطراب ده عمل ايه؟ propagates and transfer energy. اهم كلمه لازم تبقى عارفها يا اولاد. انت لو انت حاطط هنا مثلا مركب ورق كده، تمام، في الميه دي، طبعا لما تتكون الويف هنا ايه اللي هيحصل؟ المركب دي مثلا تتحرك طالعه نازله كده. برافو عليك. مين اللي اداها الانرجي دي وخلاها تتحرك وتطلع وتنزل بالشكل ده؟ هي مين يا اولاد؟ الويف. يبقى الويف disturbance in medium that propagates and transfer energy، بينتشر وبينقل الانرجي in the direction of propagation. يا مستر ايه النص الاخير ده بقى؟ يعني ايه بينقل الانرجي in the direction of propagation؟ يعني يا اولاد ال direction of propagation فين يا مستر؟ في الاتجاه ده. يعني اتجاه انتشار الويف دي ازاي؟ يا مستر في الاتجاه ده. طب بالنسبه لدي كانت في الاتجاه ده، الويف كانت ماشيه في الاتجاه ده. طب يبقى اكيد لما الانرجي تتنقل في اي اتجاه؟ in the direction of propagation، يعني في اتجاه الانتشار. يعني الانرجي تتحرك في الاتجاه ده يا ولاد، او تنتقل في الاتجاه ده. فهمنا كده الديفينيشن كامل؟ يبقى عرفنا يعني ايه ويف. طيب وبصفه عامه لو جالك في الامتحان يقول لك ويف ترانسفير، وانت دي اختار بقى، هل ترانسفير بارتكلز ولا ترانسفير انرجي، تمام، ولا ترانسفير ماس، اي حاجه انت تختار. انت ساعتها مين ساعتها؟ هختار يا مستر كلمه انرجي. فهمنا يا اولاد؟ دي اسئله هتقابلكم وانتوا بتحلوا في الكتاب. طب عملوا اكسبيرمنت كده عشان يعرفوا يعني ايه ذا كونسبت اوف ويف موشن. احنا خلاص يا مستر عرفنا يعني ايه ويف، بس عايزين نعرف بقى وات از مينت باي ويف موشن. يعني ايه ويف موشن؟ يعني ايه حركه موجيه، حركه الموجه. زي ما اتكلمنا عن الاوسيلاتوري موشن، عايزين نعرف بقى يعني ايه ويف موشن. فعملنا ايه يا اولاد؟ جبنا تيوب كده، جلاس تيوب، كاندل، وطبعا تانينج فورك، وعملنا ايه؟ وجبنا طبعا سموك كده، دخان او بخار، او دخان افضل طبعا، عود بخور،
وقربناه من التانك فورك اللي عمال تهتز دي يا ولد بتتحرك. ايه اللي حصل؟ تقول يا مستر بعد شويه كده مفيش لحظات كده او ثواني ولقينا ان الفليم اوف كاندل ده فايبريت، وطبعا دي بتيجي في الامتحان رسمه كده ويقول لك ايه فروم ذا فيجر، من الشكل اللي قدامك ده منشن يور اوبزرفيشن، يعني ايه هي الاوبزرفيشن بتاعتك؟ ايه هي الملاحظه بتاعتك؟ هتقول لي يا مستر انا لاحظت ان ذا فليم اوف كاندل فايبريتس، احنا لاحظنا يا مستر ان اللهب بتاع الشمعه ده اهتز. اقول لك برافو عليك. ايه كمان؟ لاحظنا كمان يا مستر ان الساوند ويفز ترانسفيرد انرجي فروم ذا فايبريتنج تانك فورك تو ذا كاندل فليم. لا تاني كده يا مستر، مش الشوكه دي يا ولد لما اهتزت في بقى في ساوند؟ في ساوند. الساوند انرجي طاقه الصوت دي اتنقلت في التيوب دي لحد ما وصلت لمين؟ للكاندل فليم. طب يا مستر هو مين اللي عرفني يعني ان حصل الكلام ده؟ اكيد طبعا السموك، الدخان ده. الدخان ده يا ولاد هتلاقيه بيهتز، يحصل له كده فايبريشن كده على شكل حاجه اسمها كومبريشن وريفاكشن، يعني تلاقي مره الدخان كده قريب من بعضه، الموليكيولز بتاعته او البارتيكلز بتاعته قريبه من بعض، وبعض الاجزاء بعيده عن بعضها، وتلاقي مره واحده يعني تحس على شكل ويف. فاللي لاحظناه حاجتين، اول حاجه ذا فليم اوف كاندل فايبريت، لهب الشمعه ده اهتز. تاني حاجه لاحظتها اكيد اكيد يا ولاد ايه اللي حصل؟ اكيد ان الساوند ترانسفير انرجي، الساوند نقل الطاقه بتاعته from the vibrating tuning fork to the flame of candle. زي ما اللي قاعدين مثلا ومشغلين الكاسيت بصوت عالي في البيت، تمام، ونسمع صوت هزه كده في الازاز بتاعت الشبابيك. هو ايه اللي راح للشباك ده؟ الساوند يا مستر، الساوند ويف، موجه الصوت. طب ما الساوند ويف دي نقلت ايه للشباك بتاعنا يا ولاد، للازاز بتاع الشباك؟ انرجي، مش كده اهتزت؟ الكلام ده بيحصل كمان في العربيه لما نكون مشغلين الكاسيت بتاع العربيه مثلا بصوت عالي. هو ده يا ولاد اللي بيحصل. طيب تقول لي يا مستر هو ايه اللي حصل بقى؟ ايه هو الشرح بتاع الكلام ده؟ الاكسبلينيشن بتاع الكلام ده؟ ان ذا ميديم بارتكلز، اللي هي مين الميديم يا ولاد اللي ما بين الكاندل والتانينج فور كده؟ هوا يا مستر، اير، صح؟ بس الاير احنا مش هنشوفه، مش هيبقى واضح، فعشان كده عملنا سموك كده، عملنا دخان، تمام؟ عشان تقدر تلاحظ البارتكلز بتاعت الاير دي اتحركت ازاي. فالعلماء اكتشفوا ان هي دونت موف، ما اتحركتش. امال ايه اللي حصل؟ only vibrate، يعني اهتزت بس. ازاي يا مستر؟ يعني هلاحظوا يا ولاد ان بعض البارتكلز بتاعت السموك دي بقت قريبه جدا من بعض، وفي سام بارتكلز بقت بعيده عن بعض، وهكذا لحد ما اخر بارتكلز لمست مين؟ الكاندل بقى، كانت مثلا قريبه من بعضها او بعيده عن بعضها، فعملت فايبريشن للايه؟ للفليم اوف كاندل، او عملت اهتزاز للفليم اوف كاندل. طيب مين بقى اللي اتنقل زي ما احنا قلنا؟ كاري ايه؟ which carry energy to the candle flame. طب مستر هو خلاص الكلام ده ايه يعني؟ احنا كده عايزين نعرف وات از مينت باي ويف موشن. انت كده فهمت ايه من الويف موشن يا ولاد؟ فهمت ان طبعا ات از ذا موشن بروديوسد، خلي بالك، موشن بروديوسد از ا ريزلت اوف ذا فايبريشن اوف ذا ميديوم بارتكلز، نتيجه اهتزاز الميديوم بارتكلز. طيب ات ا سيرتن مومنت اند سيرتن دايركشن، يعني لما الميديوم بارتكلز بيحصل لها فايبريشن، زي ارجع ورا كده انت تعرف، زي الميه دي، صح؟ لما حصل لها فايبريشن واهتزت لما رميت فيها الحجر اتحصل ايه؟ هتقول لي يا مستر اتكونت ويف ان ا سيرتن مومنت اند سيرتن دايركشن او ديفرنت دايركشن، يعني اتحركت الموجه دي في وقت معين، تمام، او في لحظه معينه وفي اتجاه ايه؟ معين. بس كده، كده دي اسمها ويف موشن. يبقى ات ذا موشن produced as a result of the vibration of medium particles، نتيجة اهتزاز الميديوم بارتكلز at a certain moment and in a definite direction. طبعا لو جالك الساينتفك تيرم ده يبقى ده معناه مين يا ولاد؟ ويف موشن. طبعا بدأ من كلمة موشن سهلة جدا، it is a motion produced from or resulted of the vibration of medium particles at a certain moment and certain direction. طيب في بقى كمان، بما اننا اتكلمنا ان ليها اتجاه معين، كان لازم نعرف حاجه اسمها the line of wave propagation. line of wave propagation يعني خط انتشار الموجة، اللي انا كنت اسمه لكم من شوية ده، اللي هو الخط ده، اللاين ده، صح؟ سواء لو الويف ماشية في الاتجاه ده يبقى اللاين في الاتجاه ده، او ماشية في الاتجاه ده يبقى اللاين في الاتجاه التاني ده، صح كده؟ يبقى ايه هو line of wave propagation؟
It is the direction through which the wave propagates. هو الاتجاه اللي فيه الويف بيحصلها ايه يا اولاد؟ بروباجيت. يبقى لو جالك ساينتفك تيرم، طبعا الديفينيشن ده بيكون مستخبي كده ومش بنحفظه كتير، فلازم نركز فيه يا اولاد شويه. ممكن يجي ساينتفك تيرم، ممكن يقول لك it is the direction through which the wave propagates. مين هو الاتجاه اللي الويف بتنتشر فيه؟ هتقول له طبعا the line of wave propagation. طيب عرفنا يعني ايه wave motion، وعرفنا يعني ايه wave disturbance in medium، وعرفنا ان الويف transfer energy. دول الثلاث حاجات المهمين جدا. يعني ايه ويف؟ يعني ايه ويف موشن؟ تو ديفينيشنز. عرفنا ان الويف ترانسفير ايه يا مستر؟ بتنقل مين؟ الانرجي. برافو، ترانسفير انرجي ان اتس بروباجيشن دايركشن. وعرفنا ذا لاين اوف ويف بروباجيشن. تعالوا بقى نعرف وات ذا تايبس اوف ويفز. يعني ايه تايبس اوف ويفز؟ يعني او ايه هي التايبس اوف ويفز يا ولاد؟ انواعها ايه؟ العلماء قسموا الويفز، الموجات اللي في حياتنا دي كلها، موجات التليفون وموجات الراديو وموجات الميه وموجات اللايت الضوء، كل دي ويفز اراوند اس، صح؟ موجات حوالينا. فعشان كده كان لازم نعمل لها كلاسيفيكيشن، نعمل لها تصنيف. فالعلماء قالوا ايه؟ قالوا احنا هنقسمها اكوردنج تو ذا دايركشن اوف فايبريشن اوف ميديوم بارتكلز، يعني على حسب اتجاه اهتزاز الميديوم بارتكلز. يعني الميديوم اللي بينقل الويف ده بيتحرك ازاي؟ فاهمين كده؟ او بيهتز ازاي؟ يبقى نمبر 1 according to the direction of vibration of medium particles. طب we have two types. We have transverse wave، وده شكلها يا اولاد. يعني لو الميديوم بارتكلز اهتزت بالشكل ده، يعني الهواء او الووتر بقى او الميديوم اللي ما بين الويف وما بين السورس اوف ويف وما بيني مثلا اهتز بالشكل ده، يبقى ده معناه ان هي ترانسفيرز ويف. تمام كده؟ طيب او النوع الثاني بيسموه باسم لونجيتيودينال ويفز، وده الشكل بتاعها يا اولاد. لونجيتيودينال ويفز اللي هو الشكل بتاعها ده اللي انتم شايفينه ده، طبعا دي اللونجيتيودينال ودي الترانسفيرز. طيب ماشي يا مستر، هو ايه الفرق يعني؟ يعني هنقول الديفينيشن بتاعهم ازاي؟ تعالوا الاول نعرف يا اولاد دي بتتكون من ايه ودي بتتكون من ايه. الترانسفيرز ويف الميديوم بارتكلز بتتحرك ازاي؟ بتتحرك يا ولاد بيربنديكولار ان اتس بروباجيشن دايركشن. يعني ايه يا مستر؟ هو فين البروباجيشن دايركشن بتاع الويف دي؟ اتجاهها ماشي ازاي؟ هو عمل لك السهم كده اهو، شايفه ده؟ هو ده السهم بتاعه. طب الميديوم بارتكلز بتتحرك ازاي؟ اهو عامل لك الخط المنقط ده، ادي الفايبريشن اوف بارتكلز. يعني الويف ماشيه كده، صح كده؟ في الاتجاه ده، والميديوم بارتكلز اهي اتجاهها ايه؟ بيربنديكولار. هنعرف ده في الديفينيشن بتاعها. طيب هنا بقى الميديوم بارتكلز ماشيه ازاي؟ ماشيه كده. تمام كده يا ولاد؟ هنشيل القلم لف شويه. الميديوم بارتكلز ماشيه كده، وفين البروباجيشن دايركشن؟ ماشيه كده برضه اهي يا مستر، شايف؟ هنا ان ذا سيم دايركشن، اما هنا بيربنديكولار دايركشن. تاني كده ركز معايا، لما حابوا يقسموا الويفز قسموها على حسب اول حاجه the direction of vibration of medium particles. يا ترى الميديوم بارتكلز بتهتز ازاي؟ فلقوا ان في ويفز الميديوم بارتكلز بتهتز، يعني بيحصلها vibration perpendicular to the propagation direction، عمودي على البروباجيشن دايركشن. وفي ويفز تانية الميديوم بارتكلز، يعني ايه ميديوم بارتكلز يا مستر؟ يعني الهواء اللي شايلها او الميه او السوليد، بيتحركوا ازاي؟ in the same direction of its propagation direction. طيب التقسيمة التانية according to the ability to propagate and to transfer energy، على حسب قدرتها على الانتشار يا ولاد. تاني كده، ونقلها للطاقة طبعا. according to the ability to propagate and to transfer energy، قسمناها لايه؟ قسمناها لميكانيكال ويفز والكتروماجنتيك ويفز. يعني دلوقتي عندنا two types of classification. اول كلاسيفيكيشن اللي هو according to the vibration of medium particles، يا ترى يا medium particles انت بتهتز ازاي او بتتحرك ازاي؟ هل perpendicular ولا هل in the same direction، دي ولا دي؟ تاني حاجة according to the transferring energy and propagate ability to propagate، قدرتها على الانتشار، هل هتنتشر في السبيس ولا لا؟ هل الويف دي تقدر تنتقل في السبيس في الفضاء ولا لا؟ هل need medium؟ هنعرف طبعا.
فقسمناهم يا ولاد لميكانيكال اند الكتروماجنتيك. فلو جالك في الامتحان كومبليت مثلا ويفز او فروم ذا تايبس اوف ويفز اكوردنج تو ذا ability to propagate. The ability to propagate. هتقول له مين؟ ميكانيكال اند الكتروماجنتيك. طيب نبدا اول حاجه اللي هو النوع الاول يا ولاد اللي هو according to the direction of propagation يعني اتجاه الانتشار. طبعا of medium particles اللي هي قسمناها transfers and longitudinal. في موجات في حياتنا الموجات دي بتكون يا اما تكون transfers wave or longitudinal waves. نبدأ بأول حاجة مين؟ transfers wave اللي هي شكلها عامل زي مستر ده يا ولاد شكل transfers wave. طيب ايه الديفينيشن بتاعها او هي عباره عن ايه؟ طبعا it is a disturbance in which the particles of medium vibrate perpendicular زي ما احنا قلنا perpendicular اهو فين الويف بروباجيشن اهو يا مستر اوعى تنساها افتكرها بكده. تقول لي مستر كان راسمها وكان عامل رايت انجل كده ده بينهم من بعض يا ولاد يبقى ده معناه ايه؟ ان the medium particles vibrate perpendicular to the طبعا to the direction of propagation. طيب بتتكون من ايه او بتتكون من ايه ترانسفيرز ويف؟ بتتكون من يا ولاد كريستس اند ترافس. بتتكون من اللي فوق خالص دي اسمها كريست يعني قمه يعني اكيد بتتكون من طبعا جروب اوف كريستس يعني قمم اند ترافس اللي هي بيقولوا عليها قاع تراف بيقولوا عليها قاع. تمام يا ولاد يبقى بتتكون من كريست وي وترافس. امسح بس عشان الزحمه ما تضايقكمش. طيب يبقى لو قالك في الامتحان transfers wave consist of space and space هتقول له ايه؟ او formed from crest and trough. اللي فوق طبعا دي بيسموها بالcrest واللي تحت بيسموها باسم ايه؟ trough. طب بين الاكزامبلز يا مستر ايه هي transfers wave يعني في حياتنا بقى؟ like light waves يعني اللايت بتاع السن ده اللي هو sunlight عشان يوصل لنا بيوصل لنا بالشكل ده يا ولاد transfers. تمام كده؟ طيب زي مين كمان؟ like water waves طبعا الحجر اللي كان بترمي في الميه فاكرين الميه كانت بتتحرك ازاي؟ على شكل ايه؟ circles كده صح؟ كل circle منهم عامل زي wave طالع نازل. لما قلت لك في مركب المركب بتتحرك فوق وايه؟ وتحت مره كريست ومره ترف كريست وترف. يبقى like مين؟ يبقى from the examples of transfers wave light waves and water waves. طيب مين هي الكريست؟ definition بتاعها يا ولاد It is the highest point of the particles of medium. أعلى نقطة للparticles بتاعت الميديم away from rest position. صح كده؟ It is the highest point of the particles of medium in the transfers wave. أعلى نقطة بتحركتها particles of medium away from rest position. تمام كده؟ In the transfers wave. طب مين الترف؟ يعني إيه ترف؟ نفس الديفينيشن بالظبط بس هنا كنت بتقول highest point. هنا تقول ايه؟ lowest point. It is the lowest point of the particles of medium in transfers wave. طيب give reason لو سألك في الامتحان وقال لك give reason water waves are transfers waves. ليه المية يا ولاد بتعتبر transfers wave؟ عادي يا مستر او اتفقنا هقول definition ايه المشكلة يعني؟ because the water particles vibrate in a direction perpendicular اهم حاجة في transfers اهم كلمة perpendicular to the direction of waves propagation يعني ال particles of medium اتحركت ازاي perpendicular to the direction of wave propagation. ممكن تقولي كمان and consist of crests and a trough وبتتكون من crests و trough. طيب النوع التاني اللي هو ال longitudinal waves. مين هي ال longitudinal waves يا ولاد؟ تقولي يا مستر حضرتك من شوية قلت لنا ان ال medium particles ماشية كده صح وال direction of wave ماشي ازاي كده برضو. يبقى ايه الديفينيشن؟ It is a disturbance in medium which the particles of medium vibrate along or in the same direction of wave propagation. تاني كده It is a disturbance of medium in which the particles of medium vibrate in the same direction of wave propagation يعني في نفس اتجاه ال wave propagation أو along the direction of wave propagation. قولي الأسهل لك فهنا يا مستر تقول لي يعني هنا اهم كلمه في الترانسفيرز كانت perpendicular اما هنا اهم كلمه in the same direction او along the direction of wave propagation. طب مين الاكزامبل اللي على ال
طبعا اللونجيتيودنال ويف اشهر اكزامبل يا ولاد عندنا الساوند ويف. ساوند ويف صوتنا ده، صوتنا بيتنقل بالشكل ده اللي هو ايه يا مستر الشكل ده؟ على شكل يا ولاد كومبريشن. كومبريشن اللي هي بيقول عليه التضاغط. تضاغط يعني ايه؟ يعني البارتكلز اوف ميديم قريبه قوي من بعضها. طيب ويل بعض البارتكلز اوف ميديم بتكون على شكل طبعا ريفيكشنز. كلمه ريفيكشنز اللي هي بيقول عليها تخلخل، فاضيه متخلخله. يعني فاكرين الاكسبيرمنت اللي هي كانت بتاعت التانينج فورك من شويه اللي كنا لسه عاملينها؟ انت ضربت الشوكه الرنانه دي اهتزت زي ما انتم شايفين، يوم الهواء اللي ما بينها وما بين ودنك مثلا، انت هنا هتسمع الهواء اللي ما بينها وما بين ودنك يا ولاد بيتحرك بالشكل ده. يبقى الشكل ده بيسموه باسم ايه؟ لونجيتيودينال ويف. ايه هو الديفينيشن؟ ايه هي اللونجيتيودينال ويف؟ طبعا it is a disturbance which is the particles of medium vibrate in the same direction of it طبعا of its propagation direction او of wave propagation. طب ايه هو بقى الديفينيشن بتاع الكومبريشن؟ طبعا it is the area in the longitudinal wave at which the particles of medium are of highest density and pressure. يعني هي اماكن بتكون فيها البارتكلز اوف ميديوم اوف هايست دنسيتي اند بريشر، يعني مضغوطه قوي يا مستر وزحمه. هايست دنسيتي اند بريشر ادي الكومبريشن. طب ايه هو الريفيكشن اللي هو التخلخل ده اللي هو المكان ده يا مستر وده وده وده؟ طبعا برضو it is the area in the longitudinal waves. هي اماكن في اللونجيتيودنال ويف يا ولاد مالها؟ the medium particles are of lowest density and pressure. بتكون الميديم particles خفيفه ومش زحمه مش مضغوطه، يبقى lowest density and pressure. طب give reason sound waves are longitudinal waves. ليه الساوند يعتبر longitudinal؟ اكيد الاجابه بتاعتنا يا ولاد هنقول ايه؟ because يا مستر the medium اللي هي الاير، يعني الاير بارتكلز اللي بيمشي فيها الساوند vibrate along the direction of wave propagation. vibrate along the direction of wave propagation. في كم ملحوظه مهمين يا ولاد عارفينهم. ايه هي النوتس اللي عندنا؟ العلماء لما حطوا التو ويفز مع بعض او حبوا يعملوا يشوف كده يعني ايه العلاقه بين الترانسفيرز ويف واللونجيتيودنال ويف، لاحظوا ان ذا كريست ان ترانسفيرز ويف is equivalent. هتلاقوا لك السؤال ده موجود في الامتحان في الكتب وبيجي في الامتحانات. ان ذا كريست ان ترانسفيرز ويف equivalent to the compression in longitudinal wave. يعني الكريست في الترانسفيرز بيكافئ الكومبريشن اللي هو الزحمه في اللونجيتيودنال، والترف في الترانسفيرز ويف بيكون بيقابلها مين يا اولاد؟ الريفيكشن او الريفيكشن طبعا اللي هو موجود فين؟ في اللونجيتيودنال. تمام كده؟ يبقى the trough is equivalent to the rarefaction، بيكون موازي او مقابل لمين؟ للrarefaction، بيكافئ يعني. طب ايه في حياتنا بقى يا ولاد هنستفيد منه في موضوع الويفز ده الموجات ده؟ عملوا حاجه اسمها الجاكوزي، طبعا عارفينه كلنا. الحوض بتاع الجاكوزي ده طبعا ده عباره عن ايه يا ولاد؟ عباره او بيعتمد على الووتر ويفز، موجات الميه، تمام؟ اللي هي طبعا موف ان ذا فورم اوف سيركلر ويفز، على شكل موجات او حلقات من الميه كده، موجات ميه. طيب بيستخدم في ايه الجاكوزي يا مستر؟ طبعا يوز يا ولاد تو تريت سبرينز اند كرامبس، اللي هي الشد بقى العضلي والكلام من ده، باي يوزنج هوت ووتر. يعني لعيبه الكوره لما يطلع من الماتش كده ويبقى عنده شد عضلي وكلام من ده يخش الجاكوزي ونشغل لك ايه؟ هوت ووتر. طيب النيرفس تنشن طبعا by using cold water. الواحد بقى عنده اعصابه كده متوتره شويه يقول لك انا هروح اعمل جاكوزي بقى، طب هنشغل لك ميه ايه؟ ميه برد. يبقى cold ايه؟ cold water. كده يا ولاد خلصنا الجزء الاول او الجزء الاول من الدرس الثاني اللي هو types of waves. خلصنا النوع الاول اللي هو transfers and longitudinal اللي هي according to the direction of vibration. الحصه الجايه ان شاء الله هنتكلم عن النوع الثاني اللي هو according to the ability to propagate اللي هي mechanical and electromagnetic، وهنكمل طبعا الكونسبتس اللي هي المفاهيم. طبعا ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو عشان ينتشر يا اولاد ويظهر لعدد كبير من زمايلك. بالتوفيق ليكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.